طيب بصوا بقى، من حب الحيوانات لحب البني ادمين لبعض، يعني ازمه كورونا دي زي ما احنا عارفين ليها مساوئ كتير، لكن كمان لازم نعترف ان ليها محاسن كتير جدا، يعني وقفتنا قدام حقائق كتير احنا يمكن ما كناش مدركينها، وقدام نعم كتير احنا كنا بنتعامل معاها على انها مسلمات عاديه او فور جرانتد او حاجه يعني طبيعيه في الحياه، مع انها نعم كتير. الحقيقه انه في الولايات المتحدة طبعا احنا زي بلاد العالم كتير يعني كنا عارفين انه في حظر في اوقات معينة وفي اسابيع معينة وفي شهور معينة، لان كان امريكا كانت واصلة للبيك او للذروة زي ما بيقولوا. ففي ولاية نيويورك وبالاخص في بروكلين في نيويورك الناس كانت بتطلع تتنفس، اللي يطلع على سطوح بيتهم يلعب رياضة، واللي يطلع على البلكونة يلعب مزيكا. فالمهم في راجل امريكاني بيقف في البلكونة كل يوم وقت الحظر، بيلاقي جارته الناحية التانية اللي عمره ما شافها يمكن ولا أخذ باله منها في الحياة وفي زحمة الحياة، واقفة على الروف أوكي بترقص باليرينا بقى، بتسمع مزيكا، بترقص هيب هوب، بترقص الحاجات اللي هي فيها رياضة عشان تطلع الطاقة وتتريض. المهم ارتبط الوقت ده من اليوم بأنه يطلع على البلكونة عشان يشوف جارته وهي مولعة مزيكا وبترقص على الروف. واستمرت الموضوع ده فترة، وبعدين عايز يكلمها ولا عنده نمرتها ولا يعرف اسمها ولا اول مره يشوفها في الحظر. فجاب طياره من الدرون، عارفين الطياره اللي هي بتطلع لوحدها كده، حتى احنا بنستخدمها ساعات في التصوير ريموت كنترول دي اللي بيتحكموا فيها عن بعد، وساعات بينزلوا فيها ادويه ودليفري وحاجات كتير قوي. المهم بعت لها بالدرون رقم تليفونه وكلمته، واضح ان هي يعني ايه اهتمت معجبه بيه. اهم يا جماعه اهو، هو بيعمل لها بيبعت لها رقم التليفون بالدرون ومصور كل حاجه اهو. لذيذ قوي. وطارت الطياره ونزلت عليها واخدت النمره وصورها وهو بيبعت لها. هي كانت عارفه ان هو بيطلع البلكونه، واضح ان هم كانوا بيبصوا لبعض وبيشوفوا بعض. يعني واضح ان هو اهو شغل، لان هي بس هي قمر وما حسدهاش، وقعت من الصح. بس هي واضح ان هي ما كانتش شايفاه يا جماعه، لان هو يشوفها بس هو بعيد عنها شويه. بصوا الفرق، هو اعلى منها شويه. طب السؤال يا هدي، هي يعني هي مش طمعانه في الطياره؟ لا لا، دي هناك كتير منها دي. دي عليها في ميجي. المهم بقى القصه ما خلصتش لغايه هنا، بداوا يكلموا بعض وبداوا يتبادلوا، يعني العلاقه بدات تبقى متبادله ما بينهم. المهم عايزين يخرجوا يتعشوا مع بعض، يتقابلوا ويشوفوا بعض بقى وهم لسه في الحظر. وهم لسه في الحظر، فايه اخترعوا طريقه لذيذه قوي. كل واحد حط العشاء بتاعه على اضواء الشموع والجو، كل واحد في مكانه، كل واحد في بيته، وفتحوا الكاميرا على اي ابلكيشن من الابلكيشنز اللي فيها كاميرا، وقعدوا اتعشوا مع بعض في اللقاء الاول في زمن الكورونا. وبعدين لما الحظر اتفك الحمد لله، فنزل عشان يقابلها، وهو كان خايف جدا عليها واكيد خايف على نفسه. فاول لقاء بينهم كان في فقاعه، هو كان جوه فقاعه من الهواء، عارفين الفقاعات الكبيره دي اللي هي بتبقى مليانه كده، ساعات بنلعب بيها. نفسي انا ادخل الفقاعه دي وبيجري. انا مره ركبتها في البول، بهدله خطيره، لذيذه، لذه رهيبه. هو بقى لبس الفقاعه او دخل جوه الفقاعه دي موجوده، وقابلها اول لقاء في الفقاعه، وكان لقاء رومانسي ومختلف. يعني كل واحد في فقاعته ولا هو كان في مع بعض؟ لا عملوا ايه لو هم مع بعض؟ يعني هم الاثنين في فقاعه؟ لا خلينا كل واحد في فقاعته. كل واحد ما خدوش على بعض؟ ما هو كل واحد في فقاعته يا كل واحد في فقاعته. ايوه بعدين بقى هيبقوا كل واحد في فقاعته. طب روحوا ازاي بالفقاعه؟ صح، خرجوا منها ومشوا. بقى عملوا كده ولا جابوا الدرون؟ جابوا الدرون. لا بس برضو الواحد حاجه جميله جدا، يعني المشاعر مفيش حاجه تقدر تقف قدامها. بتلاقي سكتها مهما كان بقى. صح. كورونا مش كورونا، مرض، فيروس، دايما كده شقه طريقها. الرومانسيه دايما طبعا بتلاقي، لا سبحان الله. وان هم ملتزمين كمان بالحظر، مش اول ما شافوا بعض وبعت لها التليفون يلا بينا ننزل. لا لا، ناس ملتزمه جدا. وحلو قوي التكنولوجيا الجديده، الدرون والحاجات دي. طب ده لو زمان ايه هيبعت لها ازاي الرساله بتاعتها؟ ازاي هيكلمها باللي عارف الحمام الزاجل؟ عارف الكوبايات اللي كانوا الناس بتتكلم فيها دي؟ في شبرا دي يعني دي في شبرا الكوز ده. ايوه بس هو اختراع عبقري، الكوبايه اللي والسلك اللي بيوصل. يعني انت لو تفكروا فيها طبعا، يعني اول تليفون في الكون. بس اقول لك على حاجه، احنا ياما عملناها دي واحنا في الشبرا. لا ما بتست ما ولا ليها اي فايده. جوابات بنبقى في الاوضه والتاني في وبنعلي صوتنا. احنا كنا بنكتب لبعض على حيطان البيت،
يعني لو في واحد شاب من شباب المنطقه عايز يكتب عايز يوصل رساله للبنت اللي هو معجب بيها كان يكتب لها على حيطان على السلالم يعني كلام بقى حب وحاجات كده بس ده كده بيوصل الرساله للشارع كله المهم هي عارفه نفسها هي هتطلعي تبقى غالبا منى بتبقى منى بالحب بالتعبير عن